مرحبا مشاهدينا الأكارم. تحولات وتقلبات كثيرة شهدتها البيوتات السياسية في العراق، منها من تمسك بالدولة ورفع شعار الدولة، ومنها من أصر على اللا دولة وتماهى مع الدولة، ومنها من قرر الانصهار بين المفهومين. وربما هذه هي إحدى أهم الأسباب التي تسببت بتعدد الزعامات وتعدد الأقطاب بالداخل السياسي العراقي، بحيث داخل كل بيت يوجد أكثر من رأس، وكل واحد من هاي الرؤوس يرى نفسه ربان السفينة ويرى نفسه هو المنجي لهذا البلد، وأي واحد غيره لا يصلح للقيادة السياسية في العراق. وهو ما أوصلنا إلى حالة من التخندقات التي لا طائل منها سوى مزيد من الانقسامات. ابقوا معنا. مرة ثانية حياكم الله مشاهدينا الأكارم، دعوني أرحب وإياكم في ضيوفي لهذه الحلقة لبرنامج لعبة الكراسي، السيد سامي الجزاني عضو تيار الحكمة الوطني. سيدي الجزاني ضيف عزيز، مرحبا بك. نرحب أيضا بالدكتور مجاشع التميمي باحث بالشأن السياسي. سيدي التميمي مرحبا بك، شكرا الشرف. شكرا جزيلا. نرحب أيضا بضيف عزيز السيد محمود خوشناو قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني. كاك خوشناو مرحبا بك ضيف عزيز. حياك الله استاذ سيف، انا وسهلا. حياك الله، الله محييك. بعد تحيه وترحيب مره ثانيه سيد الجيزاني، مشتاقين. بما انه يعني كنا نحكي بالمقدمه عن الدوله ولا دوله والتغيرات والتحولات اللي شهدتها العمليه السياسيه ومن يقود العمليه السياسيه، الحكمه وين اليوم؟ حكمه مع الدوله، حكمه مع اللا دوله، وين الحكمه؟ شنو موقعهم؟ تفضل. بدايه تحيه لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم الكرام. الحكمة مع الدولة، والدولة تسير بخطة ثابتة وهنالك نتاج واضح. واليوم لو تلاحظ بناءات الدولة بحالة تطور، اليوم أي نظام سياسي تنظر لنقاط الحياة به، تنظر لنقاط القوة. أنا راح أذكر لك فت قصة أنه اليوم أغلب دول العالم ما يبقى رئيس وزراء سابق في داخل الدولة أو رئيس جمهورية أو رئيس سلطة تشريعية. اليوم إحنا في العراق في ظل العملية السياسية كم رئيس وزراء سابق الآن يمارس حياته بشكل طبيعي، وكم رئيس سلطة تشريعية وقضائية بالعراق. هذه بالعراق، هذه مؤشرات لوجود الدولة، هذه مؤشرات الحفاظ على سيدي الكاظمي. يقدر يدخل العراق؟ شنو المشكلة؟ أنت تقول لا ماكو مشكلة. زين، ماكو مشكلة، ولا سمعنا بالإعلام اكو فت قصة، لكن هو رغبته لربما الرجل ان يسكن خارج العراق ومن حقه. انا اتحدث عن بناءات الدولة، من سألتني عن الدولة، انا انظر للدولة موجودة وفي حالة تطور وتصاعد، ودليل العمليات الانتخابية. انت اليوم النظام السياسي نقاط الحياة بي وين؟ بالانتخابات. احنا جاي نجري انتخابات، هنا ملاحظات، هنا نقطة، هنا سين عنده ملاحظة، موضوع طبيعي، هي هاي الديمقراطية. أما مفهوم الدولة، نحن مع الدولة ونسعى لبناء الدولة ونعتقد بأنفسنا أنه احنا بناة الدولة ودفعنا الفاتورة. بمفهوم التحولات السياسية، اليوم نقدر نقول كل قيادات الإطار التنسيقي هي مع مفهوم وتعريف الدولة، هنا الجميع تنطبق عليهم. أنا أعتقد أنه الجميع تنطبق عليهم داخل الإطار. داخل الإطار. والسبب من قدم الدماء من أجل الدفاع عن النظام السياسي، ومن يمثل الدولة؟ النظام السياسي. وبالتالي في 2014 وفي فترة داعش لما النظام السياسي والدولة تعرضت لارتدادات، كل القيادات دافعت عن النظام السياسي، والنظام السياسي هو هوية الدولة، بالتالي الدفاع أصبح من النظام السياسي إلى الدولة، ولا بالتالي لو سقط النظام السياسي سقطت الدولة. إذن قضية معرفة يعني قيادات الإطار أو أي قيادة سياسية مدى التساقها بعنوان الدولة ودفاعها عن عنوان الدولة هو المواقف السابقة بالتضحيات. أما تتحدثني عن مصالح سياسية، المصالح السياسية قابلة للصعود والنزول باعتبار أنه الجميع يسعى من أجل مكسب. شنو يعني هذه المعادلة، شلون تفسرها؟ مصالح سياسية ومفهوم دولة ولا دولة؟
لا أنا تحدثي ربطتها بالدولة ولا دولة الأول شنو تقصد؟ سؤالك الأول كنت تتحدث عن تشخيص لقيادات سياسية تمام. مدى دفاعها عن الدولة والتساقها زين. أنا أؤكد لك أنه كل القيادات السياسية في فترة الدفاع وفي فترة تحرير العراق دافعت وكانت بالخط الأول سياسيا وعسكريا. فهذه رسالة أنه هذه القيادات هي من دعاة الدولة، ولكن تختلف التفسيرات وتختلف الرؤية. هنالك من يرى الدفاع عن الدولة سياسيا، هنالك من يرى الدفاع عن الدولة من خلال النظام السياسي، وهنالك من يرى أن الدفاع عن الدولة من خلال العمل العسكري. هذا المفهوم يختلف، ولكن النتائج والأهداف واحدة. احنا نعتمد من يرى، نعتمد رؤية الآخر، لو اكو اعتماد علمي، اكو اعتماد، اكو اسس وقواعد سياسية. استاذ سيف اكو قصة مهمة. انت اليوم بالعراق شوف انا ضد اي نظرية او اي تجربة تنقل للعراق. العراق لا يقبل تجربة ولا يقبل استنساخ باعتباره هو تجربة لحاله. طبيعة المشهد المجتمعي، طبيعة الجغرافيا، طبيعة الأعراف والتقاليد، عملية التغيير اللي حصلت وإرهاصاتها وإسقاطاتها على المشهد العراقي خلت التجربة العراقية تجربة فريدة. اليوم أنا أي شخص يجي يتحدث لي عن تجربة بدول الجوار أو بالمنطقة أو تجربة عالمية لا تنطبق على العراق. لا هذا موضوع ثاني. سيد الجيزاني يعني شنو يعني هو من يرى انه الدفاع عن الدوله عن طريق التطبيق السياسي او العمل السياسي، ومن يرى انه يدافع عن الدوله قد يدافع عسكريا؟ احنا نعرف اكو معزل بين العسكره وبين العمل السياسي لغرض الدوله. بدليل لو تسمح لي، بدليل انه العسكري اذا رشح الانتخابات، سيد التميمي العسكري اذا رشح الانتخابات لازم يستقيل حتى يرشح الانتخابات. صح لو انا غلطان؟ انا ما اتحدث عن سيستم الانتخابات، انا اتحدث عن نظام سياسي. اليوم النظام السياسي شكل والعمل الانتخابي شكل يحكم قانون انتخابات، لكن اليوم اكو شخص ما يدخل انتخابات ولكن هو جل حياته دفاع عن النظام السياسي، كل وقته وكل امكاناته بالدفاع عن النظام السياسي، ولكن هو من تجي الانتخابات ما ينزل انتخابات. هذا تعتبر عدو للنظام السياسي ام صديق للنظام السياسي؟ قطعا هذا صديق ومدافع وهذا ابن النظام السياسي. طيب هنا الفارق بالوصف. هنالك من يرى انه اللي يحمل السلاح هو ضد النظام السياسي، والذي ما يحمل السلاح وينظر لمفهوم الدوله مفهوم مدني هو هذا مع الدوله. هم الاثنين مع الدوله لأن الأهداف واحدة. في حال تعرضت الدولة لاعتداء أو تعرضت لاجتياح مثل ما صار بفترة داعش، هنا بينت هنالك من حزم الحقائب وخرج، وهنالك من بقى ودافع وقدم التضحيات الكبيرة وأثبت حبه وحرصه على النظام السياسي. يعني مرات عندي ضيوف يجون للبرنامج يولدون عندي فد أسئلة ترجعني إلى الخلف قليلا. يعني هسه الدولة ولا دولة والسلاح وغير السلاح، أنا تأخرت على السيد التميمي، أنا بس أسألك هذا السؤال لأن يعني أجوبتك حلوة. يعني مثلا محاصرة الخضراء في الحكومة اللي مضت، مثلا قصف ضرب بيت منزل رئيس حكومة ألا وهو السيد الكاظم، هذا يعتبر دولة ولا دولة؟ الحكومة هذه شلون افسرها ربطا بحديثك؟ لا انا راح اجاوبك. الحكومة تعمل بالحالة الأبوية، كل ما كانت الحكومة فاهمة لطبيعة وتركيبة القوى السياسية كانت قادرة على تفكيك المشهد. اليوم قدرة السيد السوداني وفريقه في ائتلاف إدارة الدولة استطاع أن يفكك ما لم يستطع تفكيك دول في داخل المشهد. وهذه القصة اليوم يجب أن تنظر لائتلاف إدارة الدولة، ما هي نفس القوى المسلحة موجودة ونفس الأسلحة ونفس العقبات. يا هي نفسها تقصد شنو الموجودة بالشارع؟ أنا نفس القوة، نفس العراقيين ما تغيروا، ولكن اللي يتغير أنه طبيعة الإدارة. اليوم أنت عندك قدرة رجل دولة على إدارة المشهد وتفكيك الأزمات، لربما تجي شخصية هي تصنع أزمة من خلال تصريح، من خلال سوء فهم، من خلال فتصنع أزمة مع القوى السياسية. هذه هنا اليوم أين يبرز؟ يبرز رجل الدولة. اليوم من نتحدث عن رجل الدولة نجي نعرفه من هو رجل الدولة؟ هو الموظف؟ طبعا الموظف رقم واحد، ولكن رجل الدولة القادر على صنع الإدارة. أنا أرجع لك فيما يخص القدرة على الإدارة، ومن الذي يصنع الأزمة بالعراق؟ هذا هو بحد ذاته موضوع حلقة. يعني اللي يصنع الأزمة الرئيس، لو اللي يصنع الأزمة اللي احنا نعرفها يا سيد التميمي
هي القوى السياسية من تصنع الأزمات باختلافها واختلافاتها. أرجع لك بهذه هذا الملف، ملف مهم سيد الجيزاني، بعد ما أتوجه للباحث في الشؤون السياسية سيد التميمي مرة ثانية. مرحبا بك. تحديات كثيرة واجهت العراق بعد 2003 بالمفهوم السياسي، باللغة السياسية، تغير متبنيات الأحزاب وتقلب الأمزجة السياسية لدى الأحزاب السياسية، هذا يعتبر يعني تقلبات، تحولات سياسية، لو يعني فن الممكن السياسي، لو كيف يفسر سياسيا. نعم، شكرا جزيلا أستاذ سيف، وتحية لك وللسيد سام الجيزاني والأستاذ محمود خوشناب ولجمهوركم الكريم. يعني أنا أعتقد أنه لكل مرحلة لها ظروف، وأعتقد أنه ربما الظروف القاسية التي وصلت إليها العملية السياسية، الخطورة التي يشعر بها القادة السياسيين على النظام السياسي، أنا أعتقد ربما سهل الكثير على حتى على حكومة السيد السوداني أن يكون هناك لها على الأقل مجال لتنفيذ جزء من البرنامج الحكومي. ولكن رغم كل هذا، أنا أعتقد أن هناك أطراف سياسية خارج العملية السياسية الآن كان لها دور مهم، أنا أعتقد من وجهة نظري، لأن هذا الاتفاق بين قوى الإطار، طبعا التيار الصدري بالدرجة الأساس، التيار الصدري إضافة إلى الجموع الكبيرة التي هي خارج الأحزاب السياسية، تشرين وغير تشرين الحقيقية، هي الآن تراقب. وبالتالي كان منذ البداية يعتقد قوى الإطار التنسيقي أنه الوقت حرج، وأن السيد السوداني هو يمثل قوى الإطار التنسيقي، وبالتالي سمحت قوى الإطار التنسيقي إلى حد ما للسيد السوداني، يعني أنا أقول إلى حد ما لأنني متيقن أن السيد السوداني أيضا يعاني من ظروف ومن ضغوط سياسية من داخل قوى الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. لهذا أنا أعتقد المجال الذي يحظى به السيد السوداني من أريحية بالدرجة الأساس هو نتيجة لاعتقاد قوى الإطار التنسيقي، زعمات قوى الإطار التنسيقي، أن السيد مقتدى الصدر الآن يراقب. والسيد الصدر يمكن قلت لك بهذا الموضوع قبل حتى البرنامج، أنه خرج من الحكومة وأراد لقوى الإطار التنسيقي أن يشكل الحكومة كي تكون حكومة الإطار، وبالتالي لا يريد أن يمارس عليها ضغط، وهو الآن يراقب. ولهذا أنا أعتقد واحدة من المنجزات التي تحققت، وقت تنتهي المراقبة، المراقبة أنا أعتقد أن المراقبة ستنتهي مع نهاية الدورة البرلمانية، يعني نهاية العام المقبل ستكون هناك انتخابات. واضح جدا أن التيار الصدري، يعني الجانب الصدري مو مع الانتخابات المبكرة، لا واضح أنه التيار الصدري لغاية الآن ليس لديه يعني رغبة في إجراء انتخابات. شوف، التيار الصدري وجمهور التيار الصدري لو أراد أن يحقق شيء يمكن بتظاهرة واحدة أن يضغط على القوى السياسية وتذهب إلى إجراء انتخابات مبكر، لكن السيد الصدر واضح أنه غير مستعجل، وهو يريد أن ترفع كل الحجج عن أي إخفاق يحصل في هذه الحكومة. ولغاية الآن هناك من يتحدث عن إنجازات تحققت، وأنا أقول نعم هناك حصلت بعض المنجزات، ولكنها ليست بالمنجزات التي هذا اللي أريد أجيله بسؤال، أنه السيد الصدر الآن يراقب، وذكرت أيضا أنه السيد الصدر هو الرجل يعني غير مستعجل، هذا أنا شو أفسرها من موقع صحفي، أفسرها أنه هذا رضا على الأداء السياسي، رضا على الدور اللي يقوم به السيد السوداني اليوم، لو كيف يفسر؟ يعني أنا مراقب، من أراقب ينتهي الترقب إلى فترة معينة، شيء ما عجبني انتهت الرقابة بعد خلاص، أنا لازم أشرك نفسي. السيد الصدر ضفت له حديثك أنت جنابك المحترم أنه غير مستعجل أيضا، يعني هذا يفسر على أنه رضا له؟ لو شوف لا، أنا من وجهة نظري السيد مقتدى الصدر واضح هو يريد أن تكون هناك حكومة أغلبية، هذه الحكومة تمثل الإطار التنسيقي، ممكن الحكومة المقبلة تمثل التيار الصدري ومن المتحالفين مع التيار الصدري إذا بقيت هذه المسميات، يعني إطار وتيار أو غدا. فهذا الموضوع أنا أعتقد من وجهة نظري إذا يعني ستستمر الأمور على حالها، بالنتيجة الجمهور هو من يحكم، والجمهور هو من يقرر نجاح هذه الحكومة من عدمه. كل ما تحقق لغاية الآن هو يعني شيء مقبول جدا في ظل التحديات التي واجهت حكومة السيد السوداني على مستوى المجسرات، على مستوى طبعا السلة الغذائية وغيرها وتأمين المواد الغذائية، هذا الموضوع هي مواضيع، لكن المواضيع الأهم هي مواضيع التي ثبتت في البرنامج الحكومي، من ضمنها طبعا حصر سلاح بيد الدولة، لم يتحقق شيء. سيد التميمي، أرجعني شوية بحديثك، يعني أرجع تقريبا نص دقيقة، ذكرت أنه السيد الصدر يراقب الآن حكومة الإطار والقادمة، يعني كان تعبيرك بمعنى أن القادمة هي حكومة التيار أو شيء من هالقبيل، هذه فسر لي إياها أكثر. شوف أستاذ سيف، السيد مقتدى الصدر حينما انسحب
هو انسحب لأنه كان ملتزم بمبدأ تقدمه، هو ضرورة أن يكون هناك تغيير في المشروع السياسي، ضرورة أن يكون إما أن تكون حكومة أغلبية ويشترك فيها أو لا تكون حكومة أغلبية. التوافقية رفعت من قاموس السيد مقتدى الصدر، لهذا انسحب هذه المرة، حتى أن السيد هادي العامري قال في برنامج التلفزيوني أنه اتصل شخصيا بالسيد مقتدى الصدر وطلب منه يعني بقاء نواب التيار الصدري، فرد السيد مقتدى الصدر عليه بحسب قول السيد هادي العامري أن نواب التيار الصدري ربما يعيقون الكثير من المشاريع التي يرغب بها الإطار التنسيقي ومن تحالف معه في تحالف إدارة الدولة، لهذا انسحب. السيد الصدر ماض في مشروعه وهو مشروع الأغلبية، وبالتالي أنا أعتقد حتى بالنسبة للتيار الوطني الشيعي الذي يعني انبثق وأعلن بشكل صريح أنه ربما أن يكون هو المرحلة المقبلة سيدخل للانتخابات، السيد الصدر واضح أنه يريد على الأقل الوصول إلى ثلث أعضاء مجلس النواب، بالنتيجة هو يستطيع أن يكون الثلث الضامن أو الثلث المعطل كما يسمى. لهذا أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون هناك حكومة، ربما يتمكن من مقتدى الصدر وأن يستثمر الخلافات داخل قوى الإطار التنسيق. خلينا أوصفها على أنها كتابات معينة وتصاريح معينة تقول أنه يعني السيد الصدر ما عادي يعني لن يأتي بالنتيجة التي حصد عليها في الانتخابات، المضات راح تكون النتيجة أقل. لا شوف، احنا كباحثين بالشأن السياسي شلون تشوفوا النتائج القادمة؟ شوف احنا نشوف شنو، نشوف اولا نسبة الإقبال في انتخابات 23 بالنسبة لمجالس المحافظات كان الإقبال ضعيف جدا، والنسبة يعني من وجهة نظري لم تصل ل 20%، كان نسبة الإقبال ضعيف. هذا الجمهور الرمادي الذي غير مقتنع، وهناك الكثير من فسر انه هذا عدم المشاركة هو اشبه بالتصويت على مشروعية النظام السياسي. انا اعتقد ان النظام السياسي يمر بظروف صعبة، وبالتالي السيد مقتدى الصدر يعول كثيرا على الجمهور الذي لغاية الآن ليس لديه رأي وليس لديه موقف بالمشاركة، إضافة إلى التنظيم، إضافة إلى أن السيد مقتدى الصدر واضح أنه ماض في ذات المشروع وهو رجل مبدئي، وبالتالي هو يريد أن تكون هناك حكومة أغلبية. الآن أنا أعتقد تحالف إدارة الدولة هو ليست حكومة الأغلبية، ولكن بقاء السيد مقتدى الصدر خارج هذا التحالف وهو معارض بالنتيجة وتيار الصدري معارض للجمهوري ربما ضغط كثيرا على القوى السياسية حتى تعطي مجالا، لكن بالنتيجة لغاية الآن السيد السوداني يعاني من أزمة كبيرة، حتى في موضوع التعديل الوزاري كان لديه رغبة منذ العام الماضي شهر 4 نيسان الماضي، ولغاية الآن السيد السوداني يرغب في إجراء تعديل، لكن قوى التحالف إدارة الدولة وخصوصا قوى الإطار التنسيقي لم تسمح له، إضافة إلى الكثير من المشاريع التي أعاقت يعني منهاج السيد السوداني. ولهذا أنا أعتقد هذه الحكومة رغم أنها حكومة ائتلافية توافقية فهي بالنتيجة هي أشبه بحكومة أغلبية. خلي أروح لكاك خوشناو بس بعدها من أرجع لك بتساؤل معين يعني دونتها من حديثك، تولد أدي سؤال، ابتعاد السيد الصدر أثر سلبا لو إيجابا على سير العملية السياسية الحالية بعد ما توجه لسيد محمود خوشناو قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني؟ سيد خوشناو مرة ثانية مرحبا بك. سيد خوشناو، البيت الكردي لم يكن بمعزل عن التحولات السياسية بالداخل العراقي، من تحالف الكردستاني اللي كان موحد اليوم نشوف الإخوة الكرد عبارة عن يعني شو تسموها انتو، نشوفكم مثلا متشظين، نشوفكم مقسمين، نشوفكم يعني عبارة عن أجزاء سياسية، شنو الوصف المناسب اللي نوصفكم به؟ تفضل سيد خوشناو. بدءا نحييك أستاذ سيف والسادة الجيزاني والتميمي ومشاهدي الشرقية. ما يمر به إقليم كردستان بعملية سياسية وكما يسمى بالتشظي السياسي بالمصطلحات التي توصف الواقع السياسي في إقليم كردستان، وأنا على المستوى الشخصي أسميه الحالة الطبيعية وأوصفها بأنها حالة طبيعية للعملية السياسية. تشظي حالة طبيعية. لأن في السابق كانت هناك أحزاب رئيسية حاكمة ولم تكن هناك حركات ناشئة ولم تكن هناك معارضة بالمستوى المطلوب، لكن انتقلت بعد 2009 إلى حالة أخرى فيها معارضة وموالات، وأنا أعتقد بأن هذا الاختلاف الموجود ربما سيضيف إلى العملية السياسية أو يضيف وليس ربما يضيف إلى العملية السياسية نوع من التغيير. هذا التغيير سينعكس إيجابا إذا استثمر من قبل
القوى السياسية بطريقة سليمة وإذا كان هناك سيادة القانون. تحدثت حضرتك في بداية البرنامج وتحدثوا الأخوة عن مفهوم الدولة واللا دولة. صراحة يعني أردت أن أعرج على قضية الدولة واللا دولة. هل العراق على مدى سنوات على العقود السابقة هل العراق كان دولة؟ هل العراق مفهوما ووفق المعايير التي يحددها القانون الدستوري وتحددها الجهات التي يعني صراحة يعني عندما تساءلنا بأن هل العراق على مقياس الدولة على مدى عقود السابقة هي الدولة بما في ذلك المرحلة الحالية؟ الجواب لا. يعني كيف استطعت أن تلغي مئوية دولة عراقية؟ أوكي الأسباب شنو؟ الأسباب مجتمع، الأسباب الأزمة السياسية، الأسباب عفوا قوى سياسية. شنو الأسباب اللي تدفع اليوم أنه ما تكون عندنا دولة بعد 100 سنة من تأسيس الدولة العراقية؟ أكثر من 100 سنة. أستاذ سيف، حتى لا نخلط الأوراق، العراق كدولة كعناصر الدولة كشعب كسلطة سياسية كإقليم موجود، وعراق دولة وفق عصبة الأمم المتحدة معترف بها كدولة. نحن لا نتكلم عن هذا الوصف الذي يعني يتم بها توصيف عناصر الدولة، هذه كلها موجودة. نحن نتكلم عن دولة الرفاهية، دولة المواطنة، دولة القانون. كان الحديث إذا تتذكر بداية حواري الفرق بين الدولة واللا دولة، مقارنة الدولة باللا دولة. لذلك لا يجوز أن نذهب إلى اللا دولة. قبلها خلينا نحكي على الدولة بعدين نذهب إلى اللا دولة. طيب. لذلك أنا تحدثت يعني قلت بأن العراق لم يكن يوم من الأيام دولة بطريقة، ليس فقط في العناصر، عناصر الدولة الموجودة في القانون الدستوري، لا، أنا تكلمت عن السلطة السياسية في العراق لم تستطع أن يكون لديها سلوك تتعامل مع الشعب العراقي ومتطلبات الشعب العراقي بالطريقة نستطيع أن نقول أنها دولة رفاهية، دولة قانون، دولة مواطنة. في كل مرحلة كانت هناك سلطة سياسية، السلطة السياسية بمزاجها السياسي كانت تحكم الدولة العراقية. في مرحلة من المراحل مزاج ملكي، في مرحلة من المراحل الجمهورية مزاج الجمهورية الأولى، بعدها مزاج الجمهورية الثانية، بعدها لحين هذه اللحظة الآن مزاج إدارة الدولة. السلطة السياسية بعد 2003 والدولة. لا يوجد نحن هناك توجهات، هناك صراع. هذا الصراع متأثر بالنشاط المعادي ومتأثر بتضارب الأجندات وتقاطع المصالح. صراع محتدم داخل السلطة السياسية في العراق بين من يريد أن يذهب بالعراق إلى دولة الرفاهية ومن يريد أن يبقي العراق في دوامة الدولة واللا دولة. طبعا هذا المزيج الذي وصفت لك إياه، يعني ربما الكلام شوية معقد، يعني في نوع من التعقيد، لكن تبسيطا للكلام بأن هذا الصراع المحتدم الموجود داخل مطابخ السياسية في العراق متأثر بتضارب الأجداد وتقاطع المصالح. العراق قبل 2003 كان تحت سلطة سياسية تبسط سيطرتها على أجزاء كل أجزاء العراق عدا إقليم كردستان بالحديد والنار. بعد 2003 تم تفكيك ما كان موجودا أصلا من سلطة سياسية قوية، لم يبقى سلطة سياسية قوية حتى يحكم بالحديد والنار. أصبح هناك ضرب للأمن، العراق كان متعرض للنشاط المعادي لحين عمليات التحرير وما زال متعرض لهذا النشاط، لكن ربما أقل وطأة من المراحل السابقة. العراق استنزف اقتصاديا على مدى 6 عقود من الزمن. المواطن العراقي أحمل ما لا يطيقه، لذلك هناك نسبة اليتامى في العراق تتجاوز 10 ملايين، الأرامل في العراق يتجاوز إلى نسبة معينة، الفقر في العراق 10 ملايين تحت مستوى الفقر. لذلك عندما نتكلم عن الدولة والسلطة السياسية لهذه الدولة، إذا استطاعت أي سلطة سياسية أن تنتقل بحياة المواطن أمنيا اقتصاديا اجتماعيا إلى مرحلة الرفاهية وأن يكون هناك سيادة للقانون وليس انتقائية بتنفيذ القانون، وعندما كانت تكون هناك سيادة على مستوى التأثير الخارجي بالنشاط المعادي والتجسس وإلى آخره، أنا ذاك نستطيع أن نقول بأن العراق دولة. العراق دولة، يعني دولة يقارن مع دول يعني كبيرة ودول محترمة. لكن أنا أسأل الجميع وتساءل دائما بيني وبين نفسي، أقول النشاط المعادي الذي يتأثر به العراق كثيرا والقوى السياسية العراقية بعضها أو أغلبها
متأثرة بتضارب الأجندات وتقاطع المصالح على المستوى الإقليمي والدولي، ولديها ارتدادات وانعكاسات، وهذه الارتدادات والانعكاسات انعكست على حياة المواطن اقتصاديا أمنيا اجتماعيا سياسيا، والمخرجات العملية السياسية هي مخرجات النظام الاجتماعي. يعني النظام الاجتماعي والنظام السياسي مخرج ومدخل كلاهما لبعضهما. لذلك نرى بأن السلطة السياسية العراقية تتصارع وتحاول أن تذهب إلى دولة الرفاهية أو الدولة بغض النظر عن ما موجود في الدستور بين العراق دولة مركبة دولة اتحادية إلى أمور أخرى، لكن أنا أتكلم عن الواقع، الواقع العراقي. هناك صراعات كردية كردية، صراعات سنية سنية، صراعات شيعية شيعية، صراعات كردية عربية، صراعات كردية تركمانية، صراعات كلدو آشورية وغيرها. هذه الصراعات عندما يكون لديها انعكاسات، طبعا هذه الصراعات مو بالفضاء، هذه صراعات بالعراق وبالعملية السياسية، بالتأكيد سيكون الانعكاسات. ومع الأسف قوى سياسية يعني تنفذ أجندة إقليمية ودولية في العراق، هذا التنفيذ لهذه الأجندة بالتأكيد ستكون الدولة العراقية نقدر نوقف شوية هنا فيما يخص العراق. فيما يخص تأسفك حول قوى سياسية بالداخل العراقي تنفذ أجندة إقليمية ودولية، بعد ما أتوجه لي ضيوفي حتى أكون منصف بتوزيع الوقت كاك خوشناو، أرجع لك بهذه النقطة المهمة، أريدك تفسر لياها وتفسر لي نقطة أيضا ذكرتها كاك خوشناو، ألا وهي التأثير الخارجي والتجسس لا يزال حاضر. هذه أيضا نقطة مهمة ذكرتها، بعد ما أتوجه لي ضيوفي أتوجه لي السيد يعني كاك سامي، العفو السيد، يلا ان شاء الله كنا عراقيين كنا عرب وكنا يعني لغه الاستاذ محمود خوشناو وكانما هو عربي، فهو احد اوجه الدوله بصراحه. اتوجه للاستاذ سامي الجيزاني. سيد الجيزاني ذكرت نقطه مهمه قلت لك ارجع لك بها، لا وهي من يصنع الازمه بالداخل العراقي؟ القوى السياسيه تصنع الازمه، لو الرئيس هو اللي يصنع الأزمة لو منو؟ كان هذا حديثك، يعني هذا الملف اللي تتحدث به كان تفضل. يعني احنا اليوم لكل حكومة ظروفها، حكومات السابقة أنا دائما عندي فرد تحليل أو عندي فرد رؤية كلش أحبها، أقول من الخطأ أن نحاكم النتائج ونترك الظروف، يجب أن ننظر لباكج واحد، الظروف مع النتائج. الحكومات السابقة ما كانت عندها ظروف إيجابية، بالتالي إدارتها للأزمات ما كانت بالمستوى المطلوب. طيب. وهذه الإدارة أحيانا تستعدي المواطن، وهذه الإدارة أحيانا تستفز قوى سياسية، وهذه القوى السياسية اليوم تنظر لجهدها ولطاقاتها ولإمكاناتها اللي قدمتها من أجل بناء الدولة أنه ما يتناسب مع المكسب السياسي اللي هي. طيب شنو شكل الظرف الإيجابي الموجود اليوم؟ الآن وجود هيكل سياسي، وجود ائتلاف إدارة الدولة، وجود مظلة برلمانية قادرة على حماية حكومة السيد السوداني وتقديم الدعم. يعني أنت اليوم لو تلاحظ مجلس النواب الحالي بغياب رئيس المجلس، الآن تلاحظ أكو حياة برلمانية مستقرة، صحيح ماكو قوانين استراتيجية. توسع شيعي وقال إنه توسع شيعي حتى على حصة السنة حتى على مجلس النواب. هاي أكو مشكلة. إحنا هسه الآن نتحدث عن حصة تقدم وحفظها باعتبار إنه الكتلة فائزة، لكن أنت اليوم المكون السني الكريم جاك بقرار موحد وقال أنا هذا مرشحي اللي بيجمع وطني. إحنا اليوم القوانين أو العرف السياسي الذي يطبق على الكرد ويطبق على الشيعة عذرا يجب أن يطبق على السنة. اليوم إحنا بحاجة إلى شخصية. أنت الشيعة جزء من هذه الأزمة، الأزمة الحاضرة. طبعا اليوم قضية الإجماع الوطني، أنا كم رئيس وزراء رفض، ما احنا كل دوره نيابيه نطرح فد خمس ست شخصيات رفض من قبل الشيعة. ما لا لا رفض، عندنا رئيس وزراء استبدلوه السنه، ما راح اذكر اسمه. الله الله. اي طبعا قالوا ننسحب من العمليه السياسيه اذا ما يتغير. وين صوت الشيعة اللي يقولون احنا اغلبيه؟ لعد الاغلبيه كانت تعطى من اجل لم البيت الوطني، ما انت الاخر كان رافع رايه. انا ما اريد اتحدث انبش قبور، كانت هنالك احاديث خطرة لو تنطيني لو انسحب من العملية السياسية. زين. فلعبنا قصة مولد، يابا تعالوا تفضلوا احنا المكون الأكبر، هذا الأخ الأكبر كون يتحمل، أبناء يموتون وكل شيء يقدم في سبيل بناء الدولة. نرجع لموضوعك الأول، بناء الدولة، ما هي الدولة من بنت من فراغ؟ انبنت بتضحيات وبجهود وبدماء وبكواكب غادرت من أجل أن نصل لهذه المرحلة اللي البعض يسميها
ما يسميها دولة. أرجع للظروف الإيجابية الموجودة اليوم، الظروف السياسية الإيجابية الموجودة اليوم سيد الجيزاني، اللي نجحت يعني حسب وصفك نجحت دور الرئيس رئيس الوزراء الأخ أبو مصطفى دولة رئيس الوزراء السيد السوداني. شلون هذه الظروف موجودة والبعض المهم بداخل الإطار يريد حتى يغير قانون الانتخابات خوفا من فوز السيد السوداني لأنه صعد نجم السيد السوداني؟ أنا راح أتحدث لك عن قضية مهمة. وين الظروف الإيجابية؟ راح أتحدث لك عن قضية مهمة. ما أعتقد الرؤساء الوزراء السابقين ما كان هدفهم وهمهم النجاح، ولكن ما نجحوا لأن ماكو سقف برلماني راعي، لا توجد بيئة وحاضنة سياسية حافظة للحكومة. حكومة السيد السوداني الآن تحظى بإجماع وطني، ائتلاف إدارة الدولة مو شيعي، فيه المكون الكريم السني وفيه الأخوة الكرد وفيه المكون الأكبر متمثل. هذا الوعاء البرلماني والسياسي اللي وهذه القطاعات اللي تتحدث به، هذا اضطرار سياسي لو نضج سياسي صار بالداخل العراقي. نضج سياسي جاء متأخر هذا النضج للأسف. مو متأخر، لكن بعض الأحيان اللاعب الإقليمي يتدخل، اللاعب الدولي يتدخل يبعد. اليوم احنا من ننظر هسه اليوم انا راح انطيك سبق، اليوم راح انطيك سبق. العراقيين بالمراحل المقبله ما راح يقبلون باي رئيس وزراء اذا ما يكون اداء اكثر من السوداني. هاي قضيه مهمه. بعد ما يقبلون بتبرير ليش؟ لان صار اكو عمل، بالتالي طموح العراقيين وامكانات البلد العاليه راح تدفع كل الجمهور العراقي الى رفع سقف المطالب. أنا بعد ما أقتنع بشارع ولا بمجسر، أريد بلد يرتقي إلى بلدان العالم في كل شيء، بالتعليم، بالصحة، بالوضع الاقتصادي، بالسياسة الخارجية. ليش؟ لأن أنا شفت تجربة، شفت إمكانات البلد الآن بدأت تتحرك، لمست، بالتالي ما راح أقبل بالتبرير سابقا. هاي القضية الآن يجب. رجعني للنضج السياسي. أعتقد هنالك نضج سياسي. تعتقد لو موجود؟ موجود. راح أعطيك مثال. كنا بالمراحل السابقة مجلس النواب بعركة، وبالليل العركة تستأنف بالفضائيات. أعطيني حراك إعلامي أو سياسي غير منضبط الآن. هذا كلامك، هذا كلامك خطير. يعني اللي شوفنا هسه يقول قبل القوى السياسية، مع كل الاحترام، القوى السياسية والطبقة السياسية ما كانت ناضجة يا سيد الجيزاني. أنت تقول اليوم صار أكو نضج سياسي. طبعاً أكو نضج يعني سياسي. يعني ما كان أكو نضج سياسي. لا، ما كان بحجم المرحلة وتحديات. ما أنت اليوم من كان نائب يطلع بالتلفزيون يتحدث طائفيات، هذا شو تسميه نضج؟ هذا مو نضج، هاي تجارب دماء الناس. من يطلع عراقي ونائب ويمثل 100,000 ويتبجح بالارتباط الخارجي. هسه ما صار، ما موجود عندنا النفس الطائفي، ما رجع. موضوع عطلة الغدير الطائفية، هذه ما تعتبر طائفية. الطائفة نعمة والطائفية نقمة. أنا أتحدث عن طائفية. لا، هاي مو طائفية. يعني عطلة الغدير، عطلة الغدير ما تعتبر مطالبة طائفية. مشروعة، إن مضت فكانت وإن لم تمضي فهذا رأي. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ ما هو هاي الحياة الديمقراطية، هاي الحياة اللي ما أتحدث عن مناسبة، أتحدث عن ردود أفعال سيد الجيزاني. ردود الأفعال تمثل الشخوص، لا تمثل الفضاء الوطني. اليوم يطلع لشخص يحكي ما يمثل مكون. أنا ما أحسب على مكون، مكون فيه طاقات وإمكانات، ومكون كريم. ومن هذا حتى يمثل المكون وأنا أجي أحسب عليه موقف وأرتب؟ لا، بالعكس، هذا رأي شخصي. هو يريد من خلال هذا الحديث الطائفي يريد أن يصنع له منجز، لأن يعتقد أنه بضاعته مو سياسية طائفية. احنا سابقا تحدثنا، سابقا انا متحدث، قريت منشور انا متحدث. اللي ما عنده مشروع سياسي عنده مشروع طائفي. اها، فحاليا اصحاب المشاريع الطائفيه انتهت، فما عندهم بضاعه، فيكيفون على هيك قصه يدخلون بها ونرضى وما نرضى. منو انت حتى ترضى وما ترضى؟ قضيه مو هنا. قريت احدى الـ يعني احدى الـ سويت لي سيرش لا مو يمك، لا فيما يخص الطائفية، يعني احدى التعبيرات على التويتر شفتها تقول انه لازم يتم تهديم تمثال ابو جعفر المنصور لانه يسبب حزازية بنسبة كذا بالمئة من الشيعة. هذه مو المفروض نغادرها، هذا يعني مو المفروض نعبرها، مو صحيح. هذا المفروض الشيعي اللي يذكر هذه التفاصيل يتم
تحجيمه نفسه، يتم صده، يتم ايقافه، يقول له الوقت ما يتحمل. احنا اليوم من نريد نتحدث عن الشيعة يجب ان نتحدث عن الرموز، ما نتحدث عن الرموز. ما تشوف الناس. ما تشوف المتحدثين هؤلاء اليوم ننظر، احنا ما ننظر، ما تشوف اللي مسنون جهات سياسية. النظر للمواقف الشخصية سوف يضيع كل القضايا. احنا اليوم ننظر للمواقف الرسمية. خليني اتوجه للسيد التميمي، اعتذر عن مقاطعتك سيد التميمي. كنا نتحدث حول يعني ابتعاد السيد الصدر عن العمل السياسي او انعزال السيد الصدر عن العمليه السياسيه. اثر، كيف اثر على سير العمليه السياسيه؟ اثر بالايجاب، وقاعد نشوف اليوم اكو هدوء سياسي، خلينا نتفق، ولو يعني جيد، هدوء سياسي جيد، ماكو مشاكل، ماكو مواجهات، اكو خدمه قاعد نشوف على ارض الواقع، ما بها مجامله ولا يعني نتحدث من عندياتنا. فابتعاد الجانب الصدري أثر إيجاب على سير العملية السياسية، لو أثر بالسلب على العملية السياسية بفرضية أنه لو الجانب الصدري مشارك بالعملية السياسية كان صار ضعف الخدمات، وكان صار هدوء سياسي أكثر، وكان صار استثمار دولي أوسع. شنو ردك على هذا التساؤل؟ ابتعاد الجانب الصدري أثر سلبا لو إيجابا على العملية السياسية؟ أنا أقول لك، شوف، يعني تحالف إدارة الدولة 280 نائب، لكن تحالف إدارة الدولة وقف عاجز عن الكثير من الحلول، المشاكل اللي يعاني منها النظام السياسي ويعاني منها الحكومة العراقية. يعني لغاية الآن هو لم تحل الأزمة بين بغداد والإقليم، ولغاية الآن لم يحل منصب رئيس مجلس النواب، ولغاية الآن لم تحل الكثير من الأزمات اللي تتعلق بالموازنة. وبالتالي احنا نتحدث عن استقرار سياسي ونتحدث عن يعني دعم لسيد رئيس الوزراء، أنا ما أعتقد هذا الشيء موجود. وكل الاحترام والتقدير طبعا كلام أستاذ سامي يعني مقبول، لكن بالنهاية أنا من وجهة نظري، هاي وجهة نظري، فلهذا انا اعتقد انه من يعيق السيد رئيس مجلس الوزراء ومنهاجه الحكومي ليس السيد مقتدى الصدر. السيد مقتدى الصدر واضح جدا هو يريد ان يعطي اريحيه ولا يعطي يعني حجج، مجال لتقديم الحجج بالنسبه للحكومه مستقبلا، لان كل رؤساء الوزراء في الحكومات السابقه دائما يخرجون بالنهايه يقولون اننا ان هناك جهات اعاقت تنفيذ منهاجنا او برنامجنا الحكومي. وبالتالي انا اعتقد انه سيد مقتدى الصدر في هذه النقطه اعتقد يعني الهدوء وال يعني المجال الحريه التي اعطيت لسيد محمد الشيعي السوداني ربما لم تحظى بها اي حكومه سابقه، هو اعطاهم مجال. وجمهور التيار الصدري على الرغم من يعني هذا الاتساع الكبير وهذا الحجم الكبير، لكنه لغايه الان منضبط بتوجيهات السيد مقتدى الصدر. انت اليوم تريد تفسرها، هل كان لسيد مقتدى الصدر دور في هذا الهدوء؟ انا من وجهه نظري طبعا، يعني من وجهه نظري كان له دور مهم جدا، على الاقل الضغط الشعبي خف كثيرا، ومعروف ان جمهور التيار الصدري هو جمهور يعني كبير ورغباته، ودائما ما يحاول يعني اجراء يعني تظاهرات والى غير ذلك، لكن انا اعتقد انضباطه بتوجيهات سيد مقتدى الصدر بان هذه المرحله هي مرحله قوى الاطار التنسيق، وعليهم ان ياخذوا راحتهم. وبالنتيجه احنا مقبلين بعد سنه وكم شهر على انتخابات. يعني السيد الصدر يوجه يقول هذه المرحله مرحله اطار. واضح، هو عندما انسحب وسلم كل السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه لقوى الاطار التنسيقي والمتحالفين طبعا معهم، بمعنى انه سلمها لقوى الاطار التنسيقي، ندعمها بالهدوء وما نتظاهر وما نعيق العمل. هو ما يقول ندعمها بالهدوء، وانما يقول ان هذه مرحلتهم، خليهم حتى لا تكون هناك حجج مستقبليه على انه التيار الصدري قد اعاق يعني منهاج الحكومه. اليوم السيد رئيس الوزراء لم يخرج باي تصريح ويقول التيار الصدري قد اثر سلبا او غير ذلك. لاحظنا انه حتى على مستوى يعني الدرجات الخاصه التي هي للتيار الصدري داخل الحكومه ايضا هي بيد رئيس الوزراء، اذا اراد رئيس الوزراء ان يغير هذه درجات فانا اعتقد انه السيد مقتدى الصدر سوف لن يتدخل. وبالفعل تغيرت بعض الدرجات التيار الصدري دون ان نسمع رده فعل او اعتراض من قبل التيار الصدري. نجاح حكومه الاطار، نجاح السيد السوداني بوصف اخر، هذا ما يسبب يعني خيبه امل للتيار مثلا؟ مطلقا انا اعتقد انه السيد مقتدى الصدر يريد ان يكون هناك اصلاح، النظام السياسي في خطر، وبالتالي ضروره ان يكون هناك شرعيه ومشروعيه لهذا النظام. الشرعيه واضحه جدا من خلال صناديق الاقتراع، ولكن المشروعيه ضروره ان يكون هناك على الاقل تأييد ورغبه من قبل الجمهور، وهذا الموضوع قريب جدا لتوجيهات المرجعيه الدينيه في النجف الاشرف. يعني استاذ سيف حينما نتذكر في عام 2005
2005 و2006 كان للمرجعيه دور في حث الجمهور للمشاركه في صناديق الاقتراع على الاقل حتى تكون هناك شرعيه لهذا النظام. اليوم السيد مقتدى الصدر يريد ان تكون هناك يعني شرعية من خلال إصلاح هذا النظام. إذا كان إصلاح هذا النظام على يد السيد السوداني فأنا أعتقد من وجهة نظري الخاصة أن التيار الصدري لن يعارض، وبالفعل ربما يكون السيد السوداني مستقبلا حليفا للتيار الصدري ربما إذا كان هناك بالفعل صدق هذا اللي كنت إذا كان هناك هذا السؤال فيما يخص إحنا سنتحدث بإطار التحولات والتقلبات بالسياسة بالداخل العراقي نتحدث، يعني بإطار التحولات والتقلبات السياسية بالعراق، هذا ممكن اللي تفضلت به فيما يخص تحالف ما بين السيد يعني السوداني والجانب الصدري، وش قد بالمية ممكن انه يتحقق هذا اللي تتحدث فيه؟ لان مؤخرا هواي سمعنا هذا الموضوع. لا شوف، هو لحد الان شيء رسمي لم يصدر، لكن بالنهايه السيد مقتدى الصدر لعلك تتذكر في عام 22 اتصل شخصيا بالسيد نور المالكي وجاء لقوى الاطار التنسيقي. هو ليس لديه مشكاليه شخصيه مع اي طرف سياسي بقدر ما ضروره ان يكون هناك تغييرا صحيح بلغه حقيقية. التحالفات ولو هو كان هذا الموضوع لحد ما بين الصدر والسيد السوداني. طبعا انا اعتقد يعني هذا الموضوع مفتوح، ولغايه الان السيد مقتدى الصدر لم يعلن الاطار راح يكون مكتوف الايدي باو على هو لغايه لحد الان اكو مشاكل كبيره داخل قوى الاطار، والدليل على هذا مجلس يعني محافظ ديالى لغايه الان لم يحسب نتيجه الخلافات بين دوله القانون والعصائب وخلافات حول نائب محافظ صلاح الدين. هناك الكثير من الخلافات، وانا اعتقد حتى اجتماع قوى الاطار التنسيقي لم يكن بالمستوى، يعني هناك خلافات وهناك زعل خصوصا من السيد هادي العامري تجاه بعض القوى داخل اطار التنسيق، وبالتالي انا اعتقد انه ربما تكون هناك تحالفات مع اطراف داخل الاطار التنسيقي. بالنهايه السيد مقتدى الصدر اذا فكر المشاركه بالانتخابات فبالضروره ان يكون هناك يعني اشتراك مع اطراف سياسيه موجوده او ربما غير موجوده في المشهد السياسي. سيد جيزان، يعني اريد اروح لكاك خوشناو بس بسؤال مهم، يعني حتى خاف ينفذ الوقت، بإطار التحولات والتقلبات السياسية وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم وهو ممكن بعالم السياسة، يعني ممكن أن نشوف تحالف ما بين السيد السوداني والمحافظين الفائزين والجانب الصدري مثل ما يطرح ويتم تداوله الآن، لو مجرد حديث سوشيال ميديا، وشنو موقف الإطار من هذا الحديث إذا اقترب إلى أن يعني أن يتحقق مثلا؟ أعتقد هذه أمنيات. لحد الآن الإطار لم يناقش، وإئتلاف إدارة الدولة لم يناقش قضية التحالف، وحتى السيد السوداني يعني لا يوجد مثل هكذا حديث باعتبار أنه القضية مبكرة. هذا جانب، والجانب الثاني هنالك توجه ورغبة لإنتاج منجز حقيقي على الأرض حتى نبدأ بالمرحلة الثانية. العام المقبل سيشهد عملية الحديث عن التحالفات، وعن العام الحالي هو عام المنجز. طيب خلي أتوجه لسيد كاك خوشناو. كاك خوشناو، قلت لك أرجع لك بنقطتين احتاج لهن تفسير. قوى سياسيه تنفذ اجنده خارجيه، هذا لا يزال حاضر بالعراق، وضيوفي هنا داخل الاستوديو السيد الجيزاني يتحدث عن وصول المرحله السياسيه بالعراق الى نضج سياسي. جاوبني على هذا التساؤل وبعدها اتوجه للتساؤل الثاني، تفضل. طبعا الطبيعه الاجتماعيه في العراق وتغييراتها عبر مراحل متعدده وتاثراتها بالملف الامني والاقتصادي زادت من الوعي الفردي في العراق. زياده الوعي الفردي في العراق اوجدت ضغوطات على الفواعل السياسيين في الدوله العراقيه، لذلك الفواعل السياسيين من اجل المصلحه الذاتيه او المصلحه الحزبيه او حتى تلبيه للضغوطات فغيرت نوع من سلوكها السياسي نحو الافضل. هذا يعني لا احد يستطيع ان ينكر بان هناك تحول ايجابي نوعا ما نسبي لا يرتقي الى مستوى الطموح لا لي ولا لاي مواطن عراقي يعتز بعراقيته ويريد الخير للعراق. ثانيا، قضيه التجسس موجوده في كل دول العالم. النشاط المعادي موجود في كل دول العالم. العراق اكثر دول المنطقه متاثر بما يسمى الامن القومي للدول المحيطه بالعراق وابعد. العراق أكثر الدول متأثرا بالنشاط المعادي والتجسس لأن الوضع السياسي في العراق غير مستقر. تقسيمات العراق الاجتماعية الكردية العربية السنية الشيعية التركمانية الكلدو آشورية إلى آخره موجودة. العراق فقد زمام المبادرة في السيطرة على الدولة العراقية نتيجة العمليات الإرهابية الموجودة في محيط بغداد وفي حواضن في محافظات عراقية ومن ثم احتلال ومن ثم تحرير.
يعني لا يجوز أن نتكلم عن التجسس وعن النشاط المعادي وعن تقارب الأجندات وتقاطع المصالح بطريقة مجردة. اسمح لي استاذي بطريقة مجردة. العراق إذا تحدثنا نحتاج إلى حلقة كاملة أن نتحدث عن أسباب وصول العراق ما هو عليه الآن. طبعاً بالمناسبة ليس بعد 2003. العراق يعني ما يمر به العراق بعد 2003 هو نتاج للزخم الذي كان موجوداً تحت الأنقاض إلى ما قبل 2003. يعني على مدى سنوات مثلاً الفقر والجوع يعود إلى ما قبل 2003. الضغوطات النفسية وعمليات يعني إدخال العراق إلى نوع من الأزمات الإقليمية والعزلة الإقليمية والدولية يعود إلى ما قبل 2003. يعني العراق ليس يعني ما يمر به العراق وليس نتاج للعملية السياسية ما بعد 2003. العراق ما يمر به الآن من وضع اقتصادي أمني سياسي انقسام تشظي إلى ما آخره هو نتاج لعقود من الزمن تراكمت هذه الأمور على العراق والعوامل على العراق، وبلد بدأ يعني جليا للقاصي والداني بما يمر بالعراق. هناك تعافي، نعم هناك تعافي مالي، هناك توجهات إيجابية، نعم هناك توجهات إيجابية، لكن ترتقي إلى مستوى أن أتكلم لك في هذا البرنامج بأن نحن دولة وهناك أريحية والمواطن مرتاح. لا سيدي العزيز، ما زال المواطنين في بعض مدارس في الدولة العراقية لا أريد أن نسمي المحافظات احتراما لأهاليها يجلسون على قولة العراق على تنكة في المدارس. ما زالت هناك ثلاث يعني ثلاث وجبات للدوام في المدارس. ما زالت المستشفيات لا تستطيع أن تحل أزمة الأمراض وتعالج وتذهب إلى الوقاية. بسؤال أخير سيد نجربان، عفوا سيد كاك محمود خوشناو، زيارة سيد نجربان مؤخرا إلى طهران، كيف تفسر هذه الزيارة؟ زيارة تصالح ما بين البارتي وطهران بعد ما نشوف قصف لإقليم كردستان، هذه تفسر؟ ما هي انعكاسات هذه الزيارة باختصار لو تسمح؟ مهما كانت الظروف الأمنية موجودة لا يحق لأي دولة بما في ذلك إيران أن تخرق السيادة العراقية، ومهما كانت الأسباب عليها أن تخاطب الدولة العراقية. زيارة تصالح نقدر نقول زيارة السيد نيتشرفان، أنا أعتقد بأن وفق المعلومات التي استمعت إليها بأن في الأشهر الماضية أو حتى في الأسابيع الماضية القليلة هناك تواصل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض أطراف إيرانية من أجل يعني محاولة لترطيب الأجواء وحل الأزمات. أنا أمل على المستوى الشخصي، وحتى الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل على المستوى الشخصي والمستوى الحزب أيضا، أن يكون هناك علاقات وطيدة بين جميع القوى السياسية في العراق وفي إقليم كردستان مع المحيط العراقي، لكن وفق المصالح العليا للدولة العراقية والحفاظ على حقوق المواطنين. سيد محمود خوشناو قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، أنا أشكرك الشكر الجزيل. ضيف عزيز الدكتور مجاشع التميمي باحث في الشأن السياسي، أشكرك الشكر الجزيل. أيضا ضيفا عزيزا أيضا السيد سامي الجيزاني عضو تيار حكم الوطن، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن إصغائكم المشاهدة، نلتقي بموضوع آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.